أهلا بيكم شباب، الفرقة الثالثة جميع الشعب، المحاضرة رقم 10 بارت 2. هنتكلم على الأكاونتنج فور ماتيريالز. طبعا أكاونتنج فور ماتيريالز انتوا اوريدي بتدرسوا ماتيريالز مانجمنت، فاحنا هندرس الماتيريال من وجهة نظر الأكاونتنج. مين لي يعني البيرتشيس بتاع المرو ماتيريالز بالفاريس تايبس اوف ديسكاونتس اللي بنحصل عليها عند البيرتشيس، هاو اند وين تو بيرتشيس ماتيريال، يعني امتى وازاي وقد ايه كميات الشراء، الايشوينس اوف ماتيريال للبرودكشن، لان انا ببقى جايب الماتيريالز بكذا سعر، طب اني رو ماتيريالز ده تول بي باني كوست ويل بي ايشود للبرودكشن، اللي جات الاول ولا اللي جات الاخر. فبنبتدي اول جزء في الشابتر ده عن الرو ماتيريال والكنترول اوف رو ماتيريالز. بيقول لي ان الرو ماتيريال ريبريزنت في بيج 108 عندكم، ريبريزنت ذا بيزك سبستنس ذات ار كونفرتد تو برودكتس ان ذا برودكشن. طيب before purchase when purchase and after purchase، يعني قبل ما اشتري وساعة لما اشتري وبعد ما اشتري، وازاي اعمل كنترول للماتيريال والفور فانكشنز بتوع الماتيريال، سواء purchasing او reception او store keeping او issuance للبرودكشن. actually انا مش يعني الموضوع ده theoretically مش محتاجين نتكلم عنه in details، لان ببساطة انت بتدرسه in more details وكل حاجة في الماتيريالز مانجمنت. احنا عايزين نشوف محاسبيا بس التريتمنتس هتبقى ازاي في الشراء والاستخدام، واجيب كميات قد ايه، ونسجل الكلام ده ازاي. تمام، فاكتولي الشابتر ده يعني كنظريا احنا مش محتاجين غير ان احنا نعدي عليه سريعا، انما كمحاسبيا محتاجين نركز شوية. لما اجي اشتري ماتيريال، لو تفتكروا تعالوا نسجل حاجه من سنه اولى كده، لما نيجي نشتري نعمل purchase of material كنت بسجل ايه؟ كنت بسجل purchase لو انا ماشي periodic system، purchase و accounts payable. اشتريت raw materials ب 10,000، طيب اشتريتها يوم 1/1. لو انا ماشي perpetual كنت هسجل inventory مش material. المهم مش دي قضيتنا يعني، purchase و accounts payable. طيب لو انا عملت ريتيرن لديفكتيف ماتيريال، يعني في ماتيريالز كانت بايظه رجعتها ب 2000، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه بيرتشس ريتيرن اند الاونس، وعكس البيرتشس، البيرتشس ديبت يبقى ده كريدت، يبقى ده اسمه ايه؟ بيرتشس ريتيرن اند الاونس. طب كنا بنسجله ازاي ال 2000 دي؟ الفلوس اللي علينا هتقل لان انا رجعت الماتيريالز، وده هنسجله ايه؟ purchase return and allowance. كده انا اللي عليا 8000. هفكركم بحاجة، 10 15 n 30، n 30 يعني terms of payment on account 30 يوم، يعني المفروض تدفع خلال 30 يوم. بس الراجل عشان يديني motivation عشان ادفع له بدري قال لي 10 15، يعني you are going to receive a 10% discount if the payment will be made within 15 days. حلو، فانا جيت يوم 16/1 هدفع، هاخد ديسكاونت ولا لا؟ 16 ناقص 1 15 يوم، ده اخر يوم ليا في الديسكاونت. هاخد الديسكاونت كام في المية؟ 10%. يبقى الاكاونتس بيبل هيقل، وانا عليا كام؟ انا عليا 8000. طب هدفع كاش قد ايه؟ وانا اعرفش. طب البيرتشيس ديسكاونت هو الخصم قد ايه؟ سهل جدا نحسبها، يلا 10% من الفلوس اللي عليا اللي هي 8000، يعني 800 purchase discount، يبقى انا هدفع 7200 اللي هو الفرق ما بين ال 8000 والديسكاونت اللي هو 800. تقدروا تجيبوا لي النت بيرتشس؟ طبعا. ازاي؟ البيرتشس بيقل بايه؟ صافي المشتريات بتاعتي هتقل بالبيرتشس ريتيرن البضاعه اللي رجعناها، وهتقل بالبيرتشس ديسكاونت اللي هو الخصم اللي اخدناه، عشان يديني النت بيرتشس صافي المشتريات بتاعتنا. بس كده، بس ده البيرتشيس بتاع الماتيريال. طب والماتيريالز اللي احنا اشتريناها بنعمل بيها ايه؟ تمام، بنوديها على البرودكشن. طب فكروني كده، خلي بالك تكلفه البيرتشيس دي زي ما هنشوف بعد كده بتشمل كل التكاليف، الشيبينج
انشورنس تاكسس and so on، كل التكاليف بتاعت الماتيريال. يلا قولوا لي كنا بنحسب ازاي الدايركت ماتيريال يوزد ان برودكشن. بنقول ان البيجيننج رو ماتيريال بلس البيرتشس هيديني رو ماتيريال افيلبل فور يوز ماينس الاندنج رو ماتيريال هيديني الدايركت ماتيريال يوزد. تمام، نرجع لموضوعنا. طيب لما اجي اتكلم على البيرتشس انا هتكلم على ثلاث انواع من الخصم، 3 types of discounts we can receive. احنا قلنا منهم دلوقتي نوع، بس هما الثلاث انواع. نمبر 1 quantity discount. يعني ايه quantity discount؟ يعني خصم الكمية، كل ما هتشتري اكتر كل ما هتاخد خصم اكتر. ازاي؟ يعني يجي يقول لك مثلا ال 100 قطعة البرايس هيبقى $10، بس خلي بالك لو اشتريت ازيد من 200 قطعة البرايس هيبقى $8. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه quantity discount. $2 اللي انا اخدتهم دول discount، خصم نتيجة ايه؟ الكوانتيتي، نتيجة ان انا بشتري كميات اكبر. طيب cash discount. cash discount ده اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي حالا، 2, 10, and 30. يعني ايه؟ يعني انا ممكن طالما اشتريت انت اون اكاونت انا عايز ادي لك موتيفيشن ان انت تدفع لي الفلوس بدري، يبقى هاجي اقول لك ايه؟ يو ار جوينج تو ريسيف هنا ايه؟ 2% ديسكاونت لو دفعت لي خلال 10 ايام. طيب في ديسكاونت تاني؟ اه في ديسكاونت تاني اسمه تريد ديسكاونت، الخصم التجاري. ده نتيجه مثلا ان انا بتعامل مع سبلاير اكس، وسبلاير اكس ده انا بتعامل معاه بقالي كذا سنه، فانا ليه عنده سبيشال تريتمنت، فكل ما بشتري منه بيقول لي انت ليك ايه؟ تريد ديسكاونت، علشان ايه؟ نتيجه ان انا افضل او هو يفضل محتفظ بيا الولاء العميل والكلام ده كله، فبيجي يقول لي انا هدي لك خصم تجاري. يبقى الخصم التجاري ده بيزد اون ذا جود ريليشن شيب وذ ذا سبلاير. فور اكزامبل مثلا هيجي يقول لي انت هتاخد ايه؟ 20% على اجمالي الفاتوره، ده ايه؟ تريد ديسكاونت. تمام. طيب تعالوا زي ما اتفقنا بقى البيرتشس والريكوزيشن، وبنطلب الريبورت بتاعنا والستور كيبنج، ازاي بنحفظ الماتيريالز والكلام ده كله، وازاي بنعمل جرد وبيريودك سيستم بيربيتوال سيستم، الكلام ده كله انت يعني المفروض تبقى ايه؟ خلاص درسه وعارفه في الـ في الـ في الماتيريالز مانجمنت. فاحنا هنتكلم عمليا بقى ابتداء من بيج 116. هاخد الكوت ازاي نحسب البيرتشس، ازاي نحسب بيرتشس برايس بتاعنا. هاخد الكوت برايس اللي هو الكاتالوج برايس اللي هو سعر العرض، نشيل منه حاجتين، نشيل منه الكوانتيتي ديسكاونت ونشيل منه، انا كل ده عشان اوصل للبيرتشس برايس اللي هو سعر الشراء. البيرتشس نشيل منه الكوانتيتي ديسكاونت والتريد ديسكاونت. ازاي؟ هقول لك حالا. ده هيوصلني للانفويس برايس اللي هو الفاتوره. طيب الانفويس برايس ده هل الماتيريال بس، تكلفه شراء ماتيريال بس؟ اه. طب بيزود تكلفه الشراء بتاعت الماتيريال ايه؟ قول بقى زي ما انت عايز، تاكسس، انشورنس، هاندلنج كوست، تكلفه النقل الكونتينر بتاع الماتيريال، الريسبشن اند انسبكشن اللي هي الفحص اللي انا بنشتريها لازم نفحص الكواليتي بتاعتها عشان لو في حاجه ديفكتيف نرجعها، تكلفه الاستورج بتاعها، كل ده يدخل ويزيد نزوده على الانفويس برايس علشان نوصل لسعر الايه؟ الشراء. طب لا محتاجينها عمليا، ازاي الموضوع ده؟ انا بسجل ستور كنترول او بيرتشس اكونتس بيبل، وكل المصاريف الثانيه اللي هنزودها على تكلفه الماتيريال بتدفع كاش. لو حصل عندي purchase return زي ما انا لسه شارح بكتب account payable purchase return، ده لو هاخد discount، وزي ما اتفقنا مع بعض في الشابتر اللي قبل كده ان تكلفة الدايركت ماتيريال بتروح على الورك ان بروسس والاندايركت بتروح فاكتوري اوفر هيد. اشرح لنا الكلام ده عمليا. بصوا الاكزامبل ده اللي هو في بيج 119، بيقول لي a supplier quote price سعر العرض الماتيريال اسمها M، مديني السعر هدي دي لوت برايس المفروض السعر $11، نسيبنا من 100 يونت دي. تمام، بس خلي بالك السعر $11، اللوت برايس لو اشتريت ازيد من 500 السعر هيبقى $10.
طب لو اشتريت ازيد من 1000 السعر هيبقى $9 وهكذا. ماشي. ونتيجة الجود ريليشن شيب ما بيني وما بينه هناخد تريد ديسكاونت 10%، وكونتينر تشارجد كان عندي تكلفة الكونتينر اللي بشيل فيه الماتيريال at $40 each، $25 credit upon return. يعني هو التكلفة بتاعت الكونتينر $40، ولما ترجع حضرتك الكونتينر تاني لينا هتاخد $25، يعني انت متحمل تكلفة كونتينر فعلية $15. كونتينر ده اللي بنشيل فيه الماتيريالز اللي هنشتريها. One container is required for every 150 units. ماشي، خلينا نكمل. The purchaser decides ان هو هيشتري 600 units of material M، وعندي الترانسبورتيشن وعندي الستورج وعندي الكونتينر. بيقول لي احسب الـ purchase price for material M. اعمل ايه؟ احسب الـ purchase price ازاي؟ اولا خلينا نبدأ ونقول انا هبدأ بالـ quoted price. طيب سعر الكتالوج كام؟ $11 ل 600 units، $11 لكل يونت، يبقى المفروض انا كنت هدفع 6600. شيل منهم 2 ديسكاونتس. اول حاجة الكوانتيتي ديسكاونت، انتوا اللي هتحددوا لي كوانتيتي ديسكاونت قد ايه لكل يونت من 600. انا اشتريت 600 يونت، 600 يونت يبقى هقع في انهي سعر؟ $10 لكل يونت، لان قال لي لو ازيد من 500 يونت اليونت الواحدة هتبقى $10. طب وسعره الاساسي كام؟ 11. يبقى الخصم اللي انا خدته الفرق ده كام؟ $1. يبقى انا هاخد خصم 600 جنيه كوانتيتي ديسكاونت نتيجة الكمية. ماشي. 2 في تريد ديسكاونت. طيب تريد ديسكاونت كام في المية؟ 10%، 10 على 100 من كام؟ انتوا اللي هتقولوا لي. برافو عليكم، من $6000. ايه ده؟ $6000؟ طب ليه مش من 600 يعني هقول لك انت عايز تستنصح على التاجر فتيجي تاخد ديسكاونت على الديسكاونت. هو انت السعر دلوقتي اللي هتشتري بيه كام؟ هو سعره الاساسي 6600 وقال لك انا هدي لك خصم نتيجة الكمية 600، يعني انت المفروض تدفع 6000 صح؟ مش 6600. فتيجي حضرتك عايز تاخد الخصم على 6600؟ لا، يبقى ده ذكاء منك، ما ينفعش. الخصم على السعر اللي انت هتدفعه، يعني البضاعة تمنها 6600 وانت نتيجة ان انت اشتريت كمية فحضرتك المفروض هتدفع 6000. انا بقى هدي لك نتيجة الجود ريبيوتيشن جود ريليشن شيب ما بيننا وما بين السبلاير، هدي لك 10% من 6000 دي، يعني كام؟ يعني 600 جنيه كمان. يعني دلوقتي الانفويس برايس، الانفويس برايس 5400، ده هنسميه انفويس برايس. تمام؟ فاهمين الحته دي؟ طيب هنعدل بس حاجه هنا في الحل بتاعنا في الكتاب. دي تريد ديسكاونت 6000 يونت، لا دي مش يونت، دي دولار، $6000 وشرحتها لكم دلوقتي. طيب علشان اوصل لايه؟ للبيرتشيس برايس، بضيف ايه على الانفويس برايس؟ سعر الفاتوره، كل تكاليفي اللي دفعتها اهي علشان الماتيريال توصل لي وتبقى جاهزه للاستخدام عندي، يبقى سواء انشورنس، كاريج، كاستمر، كاستمز، جمارك وضرايب وترانسبورتيشن وهاندلنج، كل ده بيتضاف على تكلفه الماتيريال عشان اوصل للبيرتشيس برايس. فهاجي اقول طيب يا جماعه ال انفويس برايس خمسة ربعمية، هنضيف عليهم
الترانسبورتيشن والستورج، هنا الترانسبورتيشن 135، الستورج 45، يبقى اضيف عليهم ترانسبورتيشن، اضيف عليهم ستورج. طيب ترانسبورتيشن كام؟ 135. ستورج كام؟ 45 بلس تكلفه الكونتينر. قولوا لي بقى الكونتينر تكلفته كام؟ نرجع تاني. بص يا سيدي، الكونتينر كل كونتينر بياخد 150 يونتس، وانا شاري 600 يونتس، يبقى احنا محتاجين كام كونتينر؟ 600 على 150 يبقى احنا محتاجين 4 كونتينرز. طيب يبقى هنا 4 كونتينر، كل كونتينر تكلفته كام؟ قال لي $40. لا استنى، ولو رجعت الكونتينر هاخد كام من اللي انا دفعته؟ قال لي 25. يبقى كل كونتينر تكلفته الفعليه كام؟ $15. زي مثلا ما لما ترجع حاجه فاضيه هرجع لك الباقي بتاعها، فاهمين؟ يبقى تكلفه الكونتينرز قد ايه؟ $60. يبقى ده معناه ان التكلفه بتاعت الماتيريال 5640، يبقى ده البيرتشيس ايه؟ برايس بتاعنا. يبقى واضح جدا من المثال ده ان هو بيفرق لي ما بين البيرتشيس برايس ده. بقى هنشوف بقى هندفع الاماونت دي ايه؟ كاش ولا اون اكاونت اند سو اون، بتبقى بيزد على ايه؟ الاماونت بتاعت الانفويس برايس. يعني انا ممكن اخد خصم تاني تالت بيزد على ايه بقى؟ طبعا الترانسبورتيشن والهاندلنج والحاجات دي بتدفع كاش، انما الخصم اللي هو الكاش ديسكاونت بيبقى بيزد على الانفويس برايس. طيب ده مثال تاني، بيج 120، بيقول لي A supplier catalog is $50 and he offers the following quantity. More than كذا هتاخد 10%، more than كذا هتاخد 20%، more than كذا، يبقى ده quantity discount. بيقول لي also because our company is one of the big customers to the supplier، يبقى ده trade discount هيبقى 20%. The transportation and handling cost the company decided to purchase 100 units. يبقى انا واقع في اني في الميه، اني كام في الميه خصم؟ كام في الميه؟ تمام، اول واحد اللي هو ايه؟ 10% ككوانتيتي. يعني لو كان اكتر من 500 يبقى 20%، 700 يبقى 30%، وهكذا. بيقول لي ديتيرمين ذا بيرتشيس برايس، خلاص الكوتد برايس ماينس الكوانتيتي ديسكاونت ماينس التريد ديسكاونت. فالكوتد برايس $50 وانا هشتري 100، يبقى 500، 100 في 50 يبقى 5000، ماينس الكوانتيتي ديسكاونت انا هاخد قد ايه من ال 5000؟ هاخد 10%. تمام. طيب قولوا لي بقى هتحسبوا ازاي التريد ديسكاونت ال 20%؟ اوعى تحسبها على ال 5000، ما ينفعش، مش هاخد خصم على الخصم. امال احسب ايه التريد ديسكاونت؟ التريد ديسكاونت هيتحسب من البرايس بعد الكوانتيتي ديسكاونت. يعني ايه؟ يعني ال تريد ديسكاونت هيتحسب بيزد على ايه؟ هوش انت السعر بتاعه 5000 والراجل هيدي لك نتيجه الكميه 500، يبقى انت المفروض هتشتري بضاعه ثمنها 4500، ونتيجه ان انت عارف الراجل فهيدي لك 20% كمان، يبقى ال 20% على ال 4500 مش على ال 5000. وعايزين تركيز في الحته دي. تمام. طيب يبقى 4500 في 20% 900. وصلنا للانفويس برايس، حضرتك دافع ايه؟ دافع ترانسبورتيشن هاندلنج ريسبشن، هتضيفهم عشان توصل للبيرتشيس برايس. ان انت تعمله في جورنال انتري عادي جدا، هو الستور كنترول او بيرتشيس واكونتس بيبل، ودي بتكتب كاكسبنسز وكاش. تمام. طيب اكزامبل 3 بيج 121، اشترينا رو ماتيريالز ب 500، دي بقى زي اللي احنا حليناها في الاول. دبت ميموراندوم دي بتفيد ان انا عملت ريتيرن الماتيريالز او اخدت خصم، وبعدين اديته التشيك في يوم 15 وكان فيه خصم 2 على 10. دي حضرتك هتحلها عادي، ما فيهاش مشكله خالص، زي سنه اولى بروبلم 4 عادي برضو، ما فيهاش مشكله، كل دي مسائل ما فيهاش اي مشاكل. طيب هنتكلم عن حاجه اسمها ري اوردر بوينت. هنتكلم عن، يبقى احنا كده اتكلمنا في كل جوانب البيرتشيس بتاع الماتيريال. دلوقتي هنتكلم عن how and when، يعني how to purchase the material and when to purchase the material. وانا مش عارف يعني
هاو اقصد بيها ايه؟ هاو اقصد بيها هاو ماتش، هاو ماتش وي ويل اوردر، يعني نجيب كميه قد ايه. وون اقصد بيها لما مستوى الانفنتوري يوصل قد ايه ابتدي اطلب تاني. لان خلي بالك انت اكيد بتاخد الكلام ده في الماتيريالز مانجمنت، ان في حاجه اسمها ري اوردر بوينت، وفي حاجه اسمها ليد تايم، في حاجه اسمها سيفتي ستوك، هنتكلم على الكلام ده كله ان ديتيلز. بس خلينا دلوقتي نتكلم عن هاو ماتش وي ويل اوردر ذا ماتيريالز، نطلب كميه قد ايه. يبقى فاضل شقين او جزئين للبوينت دي. جزء بيتكلم عن هاو ماتش، نطلب كميات قد ايه، وجزء بيتكلم عن امتى نبتدي نطلب. احنا هنشرح دلوقتي هاو ماتش وي ويل اوردر. في بعض المصطلحات كده ليد تايم سيفتي ستوك ري اوردر هنشرحها دلوقتي. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي عن هنتكلم عن تو بوينتس ريليتد للموضوع ده. طيب قبل ما نشرح في ثلاثه كونسبتس مهمين جدا علشان نتكلم عن هاو ماتش وي ويل اوردر ماتيريالز، نجيب كميات قد ايه من الرو ماتيريالز. احنا عارفين ان الرو ماتيريالز دي احنا بنشتريها علشان نستخدمها في الانتاج. ففي 3 costs associated او related للانفنتوري اوف رو ماتيريالز. كوست اسمها كارينج كوست، او هنديلها سمبل سي سي. اوردرنج كوست وهنديلها سمبل سي او. وستوك اوت كوست. بمعنى ايه؟ بص يا شباب، انا هشتري رو ماتيريالز بكميات كبيره علشان تغطي الانتاج بتاعي، واي وقت ابقى عايز ماتيريالز الاقيها في اي وقت. كلام جميل، بس ده هيزود عندك نوعين من التكلفه، الكارين كوست والاوردرنج كوست. يعني حضرتك دلوقتي لما هتشتري ماتيريالز بكميات كبيره محتاج فلوس كتير استثمارات. طب والاستثمارات دي ما هي محطوطه كانفنتوري، ما بتشغلش الفلوس، والماتيريال دي ممكن تبوظ، والماتيريال دي محتاجة تكلفة هاندلنج وستور كيبنج كبيرة، وتكلفة مينتننس، وتكلفة انشورنس، وتكلفة انسبكشن، وتكلفة ترانسبورتيشن كبيرة جدا. طيب خلاص احنا هنشتري رو ماتيريالز بكميات قليلة. طيب هتشتري رو ماتيريالز بكميات قليلة، بس افرض الرو ماتيريالز خلصت، ما انت هيحصل ستوك اوت. طب ما ستوك اوت يعني ده معناه ان في كاستمرز هيجولي عشان يشتروا مني المنتج بتاعي، هقول لهم معلش عدوا علينا بعد فتره علشان نكون جبنا الماتيريالز وانتجنا. طب ما هو يشتري من حد تاني صح؟ يبقى انا عملت ايه؟ لوزنج للكاستمر، عملت لوزنج للسيلز، عملت برودكشن ستوبج، وقفت الانتاج، وده هينتج عنه تكاليف ايجارات واهلاكات صح؟ انت حيرتنا بقى، نطلب كميات كبيره ولا نطلب كميات قليله؟ وده اللي هتربطوه بقى بعد كده باللي بيتشرح لكم في الماتيريالز مانجمنت، اللي هو السيستم بتاع ايه؟ بتاع الجاست ان تايم او الايكونوميك ريسورس بلاننج اند سو اون. يبقى حاولوا تعملوا لينك للايه؟ للحاجات اللي انتوا بتدرسوها في كذا سبجكت. المهم لازم تبقى عارف قبل ما نشرح نشتري كميات قد ايه علشان تعمل بالانس بقى ما بين التكاليف دي. لازم تبقى عارف ثلاث انواع من التكاليف. الكارين كوست بتاعت الماتيريال. يعني ايه كارين كوست؟ كارين كوست جايه من اسمها. يعني ايه جايه من اسمها؟ يعني هي تكلفه كارينج او هولدنج الماتيريال ان ذا ستوك. تاني يعني ايه كارين كوست؟ تكلفه هاندلنج اسف هولدنج ذا ماتيريال ان ذا ستوك. يعني تكلفه اي تكلفة بدفعها علشان احافظ على الماتيريالز عندي. الستور ستاف، الماتيريال هاندلنج، الستوك تيكنج اللي هو الجرد، المانتننس اند انشورنس، اي تكاليف بدفعها علشان احافظ على اليونت
of raw material عندي في المخازن يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها carrying cost. اسمها ايه يا شباب؟ carrying cost. طيب يبقى تاني carrying cost هي ايه؟ هي الكوست is associated with holding the material in the stock زي الستور ستاف زي الستورج زي الماتيريال هاندلنج زي الستوك تيكينج المينتنس واكسبريسد از ا برسنتج فروم اليونت كوست يعني مثلا 10% كارين كوست تكلفه بقى هاندلنج والحفاظ على الماتيريال 10% من تكلفه الوحده طب تكلفه الوحده بالنسبه لي بتاعت الماتيريال 10 جنيه يبقى عندي جنيه كارين كوست تكلفه حفاظ على الايه الرو ماتيريال حلو طيب لو اشتريت ماتيريالز بكميات كبيره الكارين كوست هتزيد ماشي عندي اوردرنج كوست اوردرنج كوست هي انكلود اول الكوست كوست اسوشيتد ويز بليسنج ان اوردر يعني كل التكاليف اللي هتدفعها لحد ما الرو ماتيريالز توصل عندك لحد المخزن بنسميها اوردرنج ايه اوردرنج كوست طيب زي ايه زي الترانسبورتيشن الانسبكشن فحص الماتيريال المصاريف بتاعت الادمنستريشن البيرتشيزنج ريسيفنج الماتيريال اي مصاريف ادمنستريشن ريليتد للبيرتشيزنج ريسيفنج الماتيريال الانسبكشن الفحص كل الكلام ده بنسميه اوردرنج كوست طب ما انت لو اشتريت ماتيريالز بكميات كبيره الاوردرنج كوست هتبقى ايه هتبقى عاليه وده اكسبريسد الكوست دي اكسبريسد از ا كوست بير اوردر يعني ايه بير اوردر يعني بالطلبية كل طلبية عليها مثلا 1000 جنيه ordering cost يبقى أنا لو اشتريت materials بكميات كبيرة carrying cost وال ordering cost هيبقوا عاليين أو هتبقى تكلفة كبيرة stock out cost انتوا أكيد كلكم عارفينها include all the cost incurred as a result of not having enough materials on hand ده هيؤدي زي ايه مثلا زي loss of sales زي cost of production stoppage زي extra cost due to the urgent and small quantity orders انا بقى عايز اطلب order تمام ما يزودليش ال ordering and carrying cost وما يعملليش stock out في نفس الوقت يعني عايز اجيب الكمية المظبوطة بالظبط ولا ازيد ولا اقل الكمية بقى دي اسمها ايه الاوبتيمال كوانتيتي دي اسمها ايه بنسميها ايكونوميك اوردر كوانتيتي او EOQ بنسميها ايه ايكونوميك اوردر كوانتيتي بتتحسب ازاي الايكونوميك اوردر كوانتيتي دي بنعمل سكوير روت سكوير روت الايكونوميك اوردر كوانتيتي يبقى الايكونوميك اوردر كوانتيتي هي عبارة عن ايه اللي مركز مع المفرش ده حضرتك عشان راس السنة فكل سنة طيبين ممكن تركز معايا انا بقى يلا الايكونوميك اوردر كوانت هي عبارة عن ايه 2 multiply الاوردرينج كوست multiply الانيوال ديماند divided الكارينج كوست احنا اتفقنا economic order quantity هي ال optimal quantity اللي ولا هتزود لي ال carrying and ordering cost ولا هتعمل عندي stock out CO اللي هي ال ordering cost يعني ordering cost ordering cost وبتتحسب percentage بتتحسب cost per order ordering cost يعني ايه كل التكاليف اللي هدفعها علشان اوصل الماتيريالز لحد عندي طيب carrying cost هي عبارة عن ايه قلنا carrying cost هي كل تكاليف الاحتفاظ بالماتيريالز من material handling لستور stuff لستورج للمينتننس للانشورنس and so on وبتتحسب نسبة من cost per unit طيب دي ده الانيوال اور انيوال ديماند الاحتياجات السنوية بتاعتنا علشان بيزد عليها نقدر نحسب our economic order quantity صعب الموضوع لا ده الموضوع سهل جدا بص معايا لو انا عندي النمبر اوف اليونت ريكوايرد انيولي 10000 يونتس والكوست اوف بليسنج ان اوردر 10 دولار كوست اوف بليسنج يعني ايه كوست اوف بليسنج ان اوردر يعني التكاليف اللي بدفعها لحد ما الاوردر يوصل عندي 10 دولار و
الـ annual carrying cost of inventory per unit 0.8. خلي بالك الـ 0.8 دي بتتحسب من تكلفة الوحدة عشان لو ما كانتش جاية بصورة دايركت. المهم بيقول لي احسب الـ economic order quantity. طيب خلاص انت عارف ان الـ economic order quantity هي عبارة عن square root. square root لإيه؟ 2 multiply الـ ordering cost multiply الـ annual demand divided الـ carrying cost. ماشي يلا هنا هعمل سكوير روت 2 رقم ثابت ملتبلاي الاوردرنج كوست كانت 10 دولار ملتبلاي الانيوال ديماند 10000 يونتس ديفايدد الكارينج كوست اللي هي 0.8 اعمل سكوير روت بالكالكوليتر هيطلع 500 يونتس. يعني ايه 500 يونتس؟ يعني كل اوردر هنطلبه المفروض يكون عباره عن 500 يونت. ال 500 يونت في كل طلبيه هجيبها هي الكميه الاوبتيمال اللي ولا هتعمل عندي زياده في التكاليف بتاعه الكارينج والاوردرنج ولا هتعمل عندي مشكله الستوك اوت للانفنتوري. يبقى هي دي اسمها ايكونوميك اوردر ايه كوانتيتي. وده بيجاوب على الجزء الاولاني من السؤال اللي هو هاو ماتش تو اوردر، نطلب كميات قد ايه. عندي مسألة تانية بيقول لي company supply companies estimates that احنا في صفحة كام؟ 126. 100 units of material H will be used during the year. يبقى ده annual demand. The material شفتوا بقى؟ The material had a cost of $5 per unit. دي تكلفة اليونت. هو مديني تكلفة اليونت ليه؟ هنشوف دلوقتي. And it's estimated that it will cost $18 to place an order. يبقى ال $18 دي اسمها ايه؟ ordering cost. The annual carrying cost is 0.10 per unit. يعني هو حاسب لك ال carrying cost. يبقى هو مدي لك التكلفة بتاعت اليونت ال $5 عشان يلخبطني. طب يلا ازاي احسب ال economic order quantity؟ 2 multiply ال ordering cost multiply ال annual demand divided the carrying cost square root هتطلع 6000. طيب the following information related to corporation determine the economic order quantity. طيب يلا شباب مديني ال ordering cost $350 per order واليونت كوست 8 دولار والفوركاست الديماند 1000 يونت. بس خلي بالكوا ده بير مونث، احنا بنجيب الانيوال والسنه فيها 12 شهر، يبقى ده بير مونث عشان نجيب الانيوال ديماند هنضرب 1000 في 12. طيب ومديني الكارين كوست 15%. احنا قلنا الكارين كوست بتتحسب نسبه من ايه؟ من تكلفه اليونت. يبقى هو مديني كوست بير يونت علشان احسب منها الكارين كوست 15% من ال 8 دولار. يبقى تاني تعالوا ايه المسألة دي اللي هي example 3 page 127. تعالوا نحسب الـ ordering cost given 350، تعالوا نحسب الـ annual demand 1000 في 12 يبقى 12000، تعالوا نحسب الـ carrying cost هو قال ان هي 8 سوري قال ان هي 15% من الـ cost per unit. طب الـ cost per unit كام؟ احنا قلنا الـ carrying cost اول كلمة شرحتها لكم اهي ان الـ carrying cost بتبقى expressed percentage من الـ cost per unit. يبقى 15% من كام؟ من 8 دولار تطلع 1.2. اعمل سكوير روت 2 ملتبلاي 12000 ملتبلاي الاوردرنج كوست 350 تمام ديفايدد 1.2. هنعدل بس حاجه هنا في بيج 127 في الحل هتلاقي 250، عدل 250 خليها 350 وشوف الرقم كام. طيب assume that a company produce example 4 a company production require 400 pound of each steel each day of steel each day that will take 4 days to receive steel from the supplier. ناخد 4 ايام. And that the company want to have 400 pounds of steel on hand at all times. Calculate the reorder point. طيب reorder point دي انا لسه ما شرحتهاش، هشرحها المحاضرة اللي جاية.
يبقى احنا هنجاوب بس على الجزء التاني ده برضو، ايكونوميك اوردر كوانتي. احنا اتفقنا السؤال اللي عندنا اللي هو ايه، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو هاو ماتش وي ويل اوردر، صح كده؟ طيب هنتكلم عن الري اوردر بوينت بقى اللي احنا لسه بنشرحها. انا قلت لك في نقطتين واحنا اول لما ابتدينا، اللي هو ايه ري اوردر واللاد تايم، ري اوردر واللاد تايم يعني ايه، ما شرحتهمش، قلت لك هنشرحهم بعدين. يبقى احنا ابتدينا في الشابتر ده قلنا ايه، قلنا الاكاونتنج فور ماتيريال هندرس ثلاث حاجات، البيرتشس خدنا ازاي نشتري وازاي نعمل ريتيرن للبضاعه وازاي ناخد ديسكاونت، وشرحنا انواع الديسكاونت وازاي نحسب البيرتشس برايس والانفويس برايس وانواع الديسكاونت. تاني جزء في الشابتر ده بيتكلم عن هاو اند وين تو اوردر، فاخدنا هاو ماتش تو اوردر اللي سميناها ايكونوميك اوردر كوانتيتي، وشرحنا الفرق ما بين الكارينج اند اوردرينج كوست والستوك اوت كوست، وخدنا ازاي نحسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي. فاضل وين تو اوردر، نبتدي نطلب امتى. وين تو اوردر يبقى انا لازم اشرح لك حاجتين عشان تعرف وين تو اوردر. الري اوردر بوينت امتى، لما يعني لما المخزن يوصل لاني بوينت لاني يونتس عندي، اقوم رفع السماعه ومكلم السبلاير اقول له ابعت لي الماتيريالز. ما هو انا لو استنيت لحد ما البضاعه خلصت عندي مشكله. ليه؟ لان في حاجه اسمها ليد تايم. يعني ايه ليد تايم؟ ليد تايم هو التايم تيكن من اول ما هعمل كولينج للسبلاير لحد ما الاوردر ويل بي بليسد عندي في المخازن. يعني الوقت اللي هتحتاجه من اول ما تكلم السبلاير لحد ما البضاعه توصل لك انت هتاخد وقت، فلازم تبقى مراعي الليد تايم وانت بتطلب الاوردر. المهم هنشرح تمام. بعد كده ايشوينس الماتيريال دي للبرودكشن، انا جبت الماتيريال بكذا تكلفه، مره جبت ماتيريال ب 8 ومره ب 10 ومره ب 12، ووديت 1 يونت للبرودكشن. طب ال 1 يونت اللي انا وديتها للبرودكشن اللي ب 8 ولا ب 10 ولا ب 12 على حسب فايفو ولا لايفو ولا افريج. الجزء ده احنا مش هندرسه لان اوريدي انت درسته في سنه اولى في البريودك والبيربيتوال سيستم اند سو اون، فخلاص احنا هنكتفي لحد هاو اند وين. يعني من اول بيج 131 احنا مش عايزين اي حاجة لحد بيج، هنلغي من 131 لحد بيج كام يا شباب، لحد بيج 153 تمام. طيب هو اي مسائل بقى هتلاقوا الريكوايرد بتاعها فايف ولايف وافريج، دي مش عليكم مش هنتكلم عنها. طيب تعالوا نتكلم بقى عن البوينت التانية من الموضوع بتاعنا، وين تو اوردر. وين تو اوردر يعني نبتدي نطلب امتى. طيب نبتدي نطلب امتى، لازم تبقى عارف بعض المصطلحات. ان في حاجة عندنا اسمها ري اوردر بوينت، دي البوينت اللي هبتدي عندها اعمل ري اوردر للماتيريال، ابتدي اطلب تاني علشان المخازن تبقى دايما مليانة عندي وما يحصلش عندي ستوك اوت. عندي حاجة اسمها سيفتي ستوك، يعني لازم يكون في مينيمم رو ماتيريالز موجوده عندي في المخزن علشان اي ايمرجنسي السبلاير اللي بجيب منه الماتيريالز حصلت عنده مشكله في الشحن، الماتيريال خلصت عنده، اي كان المشكله لازم ابقى كيب عندي حاجه اسمها سيفتي ستوك احتياطي. لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها لاد تايم، في وقت بتاخده اليونتس لحد ما تيجي لحد عند حضرتك تمام.
طيب علشان اجاوبك على when to order اللي هي هنسميها reorder point اللي هي the level of stock at which a new order اللي هو economic order quantity should be placed، لازم تبقى عارف السيفتي ستوك. السيفتي ستوك هو عبارة عن الفرق ما بين الماكسيمم يوسج اقصى استخدام لينا ماينس الافريج يوسج ملتبلاي الليد تايم الوقت اللي بناخده او بنحتاجه علشان اليونتس توصل عندنا. لازم تبقى عارف الماكسيمم ستوك ليفل والمينيمم ستوك ليفل. انت اللي هتقول لي الماكسيمم ستوك ليفل هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن، طب المينيمم قول لي المينيمم الاول، مينيمم ستوك ليفل هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن السيفتي ستوك، هو ده اقل حاجه المفروض تكون موجوده في المخزن اي حد الامان اللي عندي سيفتي ستوك. طب الماكسيمم هيبقى السيفتي ستوك وزود عليه الطلبيه اللي بنطلبها اللي هي اسمها ايكونوميك اوردر كوانتيتي. طيب ده علشان يوصلنا لايه؟ ده عشان يوصلنا للري اوردر بوينت. طيب اللي هي عباره عن ايه الري اوردر بوينت؟ الري اوردر بوينت هي عباره عن الافريج يوسج ملتبلاي الليد تايم وزود عليهم السيفتي ستوك. الافريج يوسج ملتبلاي الليد تايم وزود عليهم السيفتي ستوك. افريج يوسج ملتبلاي الليد تايم، يعني لو بنطلب افريج 100 يونت والليد تايم يومين، 100 يونت في يومين يبقى احنا محتاجين 200 يونت ولازم يبقى عندنا سيفتي ستوك 500، يبقى هنبتدي نطلب لما الانفنتوري عندنا يوصل 700 يونت. لا فاهمها لنا باكزامبل. طيب سهله جدا، الموضوع بسيط جدا. بيقول لي يبقى تاني نعيد بس الرولز عشان نبقى ايه. السيفتي ستوك هو عباره عن ايه؟ الماكسيمم يوسج ماينس الافريج يوسج ملتبلاي الليد تايم. الماكسيمم ستوك ليفل هو عباره عن ايه؟ السيفتي ستوك بلس الايكونوميك اوردر كوانتيتي. المينيمم ستوك ليفل هو عباره عن ايه؟ السيفتي ستوك. الري اوردر بوينت عباره عن ايه؟ الافريج يوسج ملتبلاي الليد تايم بلس السيفتي ستوك. طيب تعالى نفهم باكزامبل. لو انا الايكونوميك اوردر كوانتيتي بتاعتي 600 يونت والافريج انفنتوري بتاعي 100 يونت، سؤال 600 يونت وانا استخدامي المتوسط 100 يونت، يبقى تقريبا انا هخلص الانفنتوري ده الايكونوميك اوردر كوانتيتي خلال كام يوم؟ تمام، من غير ما تفكر 6 ايام. ازاي 600 وانا متوسط استخدامي 100؟ 600 على 100 يبقى تقريبا الاوردر ده بيقعد عندي 6 ايام. ماشي. ماكسيمم يوسج اقصى استخدام بيبقى 200 يونت في اليوم. اللاد تايم بنقعد يومين على بال ما نطلب الاوردر. ببساطه الري اوردر بوينت هتبقى في اليوم الكام؟ 6 ايام وانت بتاخد يومين، يبقى الري اوردر بوينت في اليوم الرابع. ليه؟ هيعدي يومين وبعدين انت بتستخدم الاوردر ده ايه؟ في 6 ايام صح؟ وهتاخد يومين على بال ما الاوردر يجي لك، يبقى انا هطلب في اليوم الرابع علشان بعد يومين الاوردر يكون عندي، صح كده؟ طيب المهم ما علينا، سيبك من اللي انا قلته دلوقتي، ركز معايا. السيفتي ستوك هو عباره عن ايه؟ الماكسيمم يوسج ماينس الافريج يوسج ملتبلاي الليد تايم. فالسيفتي ستوك لازم يكون عندي ما يقلش عن 200 يونتس، ما ينفعش يقل عن 200 يونتس. طب الماكسيمم يوسج قلنا بيتحسب ازاي؟ السيفتي ستوك بلس الايكونوميك اوردر كوانتيتي، 200 زائد 600 800، ده اقصى حاجه عندي اللي هي ايه؟ اللي هي السيفتي ستوك زائد الاوردر بتاعي. طب المينيمم ال 200 قلنا اللي هو السيفتي ستوك. الري اوردر بوينت نحسبها ازاي؟ الافريج يوسج في اللاد تايم بلس السيفتي ستوك. الافريج يوسج اللي هو ال 100 يونت في اللاد تايم بلس السيفتي ستوك، يعني اول ما الانفنتوري عندي يوصل ل 400 يونت
على طول اوتوماتيك اقوم مكلم السبلاير اقول له ابعت لي تاني. ليه؟ علشان هيقعد يومين، فاليومين دول اكون انا خلصت من ال 400 دول كام؟ برافو عليكم 200. ايه ده؟ طب من ال 200 اللي باقيين لا مش هقدر اجي جنبهم. ليه؟ علشان ده سيفتي ستوك قلنا. صعب الموضوع ده يا شباب؟ لا مش صعب. طيب نقدر نرسم اللي احنا قلناه ده؟ يعني لو انا جيت دلوقتي قلت ده الانفنتوري وده عدد الايام، ده اليوم صفر، ده يوم واحد، ده يوم اتنين، ده يوم تلاتة، ده يوم اربعة، ده يوم خمسة، ده يوم ستة، ده يوم سبعة، ده يوم تمانية. طب سؤال بقى عشان الجراف بس في الكتاب عندكم بايظ، وده 100 يونت، 200 300 400 500 600 700 800. اولا نرسم اول حاجه سيفتي ستوك 200، ما ينفعش يقل عن 200. تمام. الليد تايم 2 دايز، يبقى انا في اليوم 0 هطلب علشان الاوردر يجي لي بعد كام يوم؟ يومين. حلو. هيجي لي اوردر ايكونوميك اوردر كوانتيتي 600 يونتس، وانا ما ينفعش يقل الاوردر عندي عن 200، يبقى ده معناه ان المخزن في اليوم التاني هيكون اتملى بكام؟ ب 800. 600 اللي هو الايكونوميك اوردر كوانتيتي، و200 اللي هو السيفتي ستوك. تمام. انتوا بقى اللي هتقولوا لي ال 600 دول هيقعدوا عندي كام يوم؟ تمام، برافو عليكم. هيقعدوا عندك، اقسم على الافريج، هيقعدوا عندك 6 ايام. 6 ايام، انا في اليوم التاني 6 ايام، يعني 6 زائد 2، يعني في اليوم التامن اهو، في اليوم التامن هيخلص. ايه ده؟ في اليوم التامن الاوردر بتاعي، اليوم التامن الاوردر بتاعي هيكون خلص؟ كارثه. وادخل على السيفتي ستوك، طب السيفتي ستوك ده انا ما بجيش جنبه. يبقى انا لازم اطلب اوردر. هطلب الاوردر قبلها بكام يوم؟ تمام، برافو عليكم، بيومين، يعني في اليوم السادس. دي الري اوردر بوينت بتاعتي، في اليوم السادس هكون طالب الاوردر عشان يجي لي بعديها بيومين. طب الري اوردر بوينت دي عند انهي انفنتوري ليفل؟ برافو عليكم، عند ال 400 يونتس. يبقى لما الاوردر يوصل عندي 400 يونت انا هطلب الاوردر علشان ياخد يومين ليد تايم ويكون جاي تاني 600 يونت، ويفضل كده والدايره تفضل رايح جاي رايح جاي. يبقى اللي احنا جاوبناه ده دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه ري اوردر بوينت. اسمه ايه يا شباب؟ ري اوردر بوينت. يبقى زي ما قلنا هنلغي الجزء بتاع الايشوينس ونحل بقى على الجزء اللي احنا ايه قلناه دلوقتي، لحد ما اشوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. ده بالنسبة لشابتر 4. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله.